يسمى عندنا أي واحد يأتي غير كويتي مثلي أنا جيت من السعودية إيش تقول عني؟ ها أجنبي؟ أجنبي أجنبي صح؟ أجنبي لأن عندنا في المطار الأجانب والكويتين صح ولا لا؟ حتى في السعودية تمام أجنبي ما معنى أجنبي؟ الأجنبي هذه الكلمة خطأ لماذا؟ حتى يساووا بين اليهودي والنصراني والمسلم هذا كله أجانب صح؟ أي نعم إذن من أين لنا هذا المصطلح مصطلح أجنبي؟ خطأ صح؟ خطأ أي نعم